بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة اليوم أحببت أن أطرح هذا التساؤل معكم: هل يمكن للإنسان أن يستمتع بهذه الدنيا، أن يتمتع بشكل كامل بكل ما يوجد في الدنيا من متع، ولكن ضمن طاعة الله؟ يعني هل يمكن أن يتمتع في هذه الدنيا في ظل طاعة الله، أي أنه لا يعصي الله أبدا؟ هذا الأمر صحيح أيها الأحبة. معظمنا لديه فكرة أن اللذات والمتعة لا تأتي إلا من الحرم، وهذا أمر خاطئ جدا، لأن الله عز وجل دائما جعل السعادة أصلا في طاعته، هذا من حيث الأصل. يعني سيدنا آدم عندما خلقه الله وأسكنه الجنة قال له ولأمنا حواء: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه الآية أيها الأحبة تلخص لنا الدنيا الآن التي نعيشها. رغدا يعني كل وتمتع وعش كل أنواع السعادة، ولكن هناك أمر بسيط يجب أن تتجنبه لأنه يضرك، لأنه مضر بك بالفعل. عندما وسوس الشيطان لسيدنا آدم وأغواه وعصى آدم ربه فغوى، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. إذن الشجرة هذه أيها الأحبة الله أمرهما أن يبتعدا عن هذه الشجرة لمصلحتهما، لأنهما في الجنة خلق الله لهما لباسا جميلا كان مخلوق مع سيدنا آدم. من يأكل من هذه الشجرة فإن هذا اللباس يزول، هذا ما فعله الشيطان، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني الشيطان بالنتيجة هو لا يأخذك للمتعة، يقول لك انظر هذه الفتاة جميلة اعمل معها الزنا أو الفاحشة، هو يريد أن يدمرك، يريد أن يضرك، لأن الزنا ظاهريا هو متعة، ولكن في الحقيقة فيه أمراض منقولة جنسيا، وهذه تسبب الألم والمآسي والتكاليف وغير ذلك، قد تنتهي بالموت، الإيدز مثلا فيها فضائح مع المجتمع، فيها مشاكل في الدماغ، مشاكل في الصحة، من يدمن على ممارسة الزنا والعياذ بالله. بالإضافة أن من يعود نفسه على هذه العادة السيئة وهي الأفلام الإباحية أو الزنا أو كذا، حياته تكون تعيسة، الحياة التي يعيشها تكون تعيسة، وهذا قانون إلهي سبحان الله. قدرته على اتخاذ القرار تكون ضعيفة أو خاطئة، تحدثنا عن هذا الموضوع طويلا في فيديوهات كثيرة. لذلك ما تتصوره أنت أنه متعة هو في حقيقته مآسي وآلام ومشاكل في الدنيا قبل الآخرة. لذلك هنا عندما أمر الله سيدنا آدم أن يبتعد عن هذه الشجرة، يعني انظر، قال له كل ما تشاء، استمتع بالجنة كما تشاء ونعيمها، ولكن هذه الشجرة فقط. يعني هذا يدلك على أن عدد المباحات كبير جدا في الدنيا،
وعدد المحرمات قليل. يعني الله حرم الخمر، هل الخمر فيه متعة؟ لا، ظاهريا يقول لك فيه متعة، ولكن بعد أن تتناوله ويذهب عقلك ويؤدي بك ذلك إلى عنف منزلي وإذا إلى مشاكل واغتصاب وجرائم، كما هي الإحصائيات اليوم، حوادث السيارات، ملايين الحوادث تتم سنويا بسبب الخمور والمخدرات، ملايين حول العالم. فلذلك أيها الأحبة، المتعة الحقيقية هي في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أستطيع مثلا أن أتزوج وبالتالي هذا نوع من أنواع المتعة. طيب أستطيع بدلا من أن أشرب الخمر أن أشرب آلاف أنواع العصائر الحلال والمفيدة واللذيذة، وهناك فواكه كثيرة جدا فيها فوائد كثيرة أيضا، لماذا أذهب للخمر الذي يدمر الكبد ويدمر الجملة العصبية ويسبب سرطانات وغير ذلك؟ لماذا؟ طيب الربا، أنا أستطيع أن أصبر قليلا وآكل من المال الحلال، وبالنتيجة أنا سأكون أسعد من ذلك الذي يأكل الربا ولو امتلك المليارات. لماذا؟ لأن كثرة الأموال أيها الأحبة تطغي الإنسان. القضية ليست كم تملك من المال، القضية كم تملك من السعادة. وبالتالي هنا يعني نستطيع أن نفهم هذه الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. انظر معي أخي الحبيب، الشرط الأول العمل الصالح، والشرط الثاني الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أين؟ في الآخرة. إذن الحياة الطيبة هذا الذي يهدف القرآن أن يصل إليك به، يهدف أن يوصلك للحياة الطيبة المطمئنة الهادئة الخالية من الهموم، خالية من المشاكل. يعني أصحاب المليارات اليوم ليس لديهم هموم، ليس لديهم مشاكل مثلا، ليس لديهم أمراض مثلا، وبالتالي هذه الحياة الطيبة لا يحصل عليها إلا إنسان مؤمن يكثر من العمل الصالح من العبادات والصلاة والزكاة وحسن الخلق وبر الوالدين والإحسان للناس إلى آخره. أبواب العمل الصالح كثيرة جدا. فإذا هنا أخي الحبيب، هذه الآية تصلح أن تكون منهج حياة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مساواة فلنحيينه حياة طيبة. إذن هذا قانون، لا يأتي شخص ويقول لك والله أنا لأنني متمسك بديني أنا تعيس، لا، أنا رزقي ضيق لأنني متمسك بديني ورفضت أكل الحرام، لا يا أخي، حقيقة أنت غني بإيمانك بالله بقناعتك، لأن الغنى هو غنى النفس. صبرك على ألا تأكل الحرام قد يكون سببا في أن الله يصلح أولادك، يصلح أهل بيتك، يصرف عنك شر الأمراض، يصرف عنك شر الحوادث، أشياء أنت لا تراها والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
لذلك لو تأملنا آيات الإيمان في القرآن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإنسان المؤمن يرفعه الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا أنت في الدنيا إذا كنت مؤمن أنت قوي، أنت حياتك طيبة. وبالتالي أخي الحبيب، هنا يجب أن يعني كخلاصة لهذا اللقاء أن نصحح مفهوم المتعة في الحياة، أو بكلمة أدق المتعة الحقيقية. المتعة الحقيقية هي التي تدوم وتورثك راحة في البال وسعادة في الحياة وليس لها أضرار. المتعة الوهمية مثل الزنا والخمر والميسر القمار والربا وغير ذلك، هذه المتع الوهمية تورثك الأمراض والدمار والهموم والمشاكل والبغضاء وغير ذلك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، تورثك الخوف أيضا، تورثك الاكتئاب. انظر اليوم نسب الاكتئاب أين؟ أعلى نسب ليس بين المسلمين على فكرة. دراسة تقول هناك في أمريكا 27 مليون أمريكي يتلقون ما يسمى بمضادات الاكتئاب أو أدوية الاكتئاب، 27 مليون. فنحن الحمد لله عافانا الله من هذا الوباء وهذه المشاكل وهذه الهموم بشيء واحد، هو الإيمان بالله. إذا مفتاح السعادة في هذه الدنيا هو الإيمان بالله ثم العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين. ونختم بهذه السورة القصيرة ولكن معانيها عظيمة جدا، تلخص لك أيضا هذه الدنيا والعصر: إن الإنسان لفي خسر. إذا القاعدة العامة أن كل الناس خاسرون باستثناء فئة، من هي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر هو من ألذ أنواع المتع التي يمكن أن تحصل عليها في هذه الدنيا. الصبر تتحمل الهموم، المشاكل، الأعباء، الأمراض، النقص، كل شيء يعالجه الصبر. ويوم القيامة كما تعلمون يقال للصابر: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.